بس يمكن مغيرين لون. ايه كان احنا افتح شوي. كان انتو عم بيعلموكم شيء مثل ما قالوا لكم ولا بعد؟ بعد تسجيل مساج وقصص. مساج بكره رايحين. انا حسبتكم علي على فكره. اول شيء في حاجه طبلو عايشه مجله. طبلو عايشه عم بيقولوا لي انه شو بتحب يكون بالستار اكاديمي 6 انه ما كان عندكم اياه. قلت لهم بيكون عندنا مساج وهالقصص. نحن بس جينا باوضتنا في محل مساج بس شفناه نهار كانوا مسكرين. ايه ما نحن كانوا مسكرين نحن ما شفناه بس كنا نعرف انه لانه كان قبلنا بالستار اكاديمي هالقصص كان. هلا وليش نحن يعني ما عنا بعد في كرسي مكسور هون؟ ايوه ايوه ايه في كرسي مكسور. هيدي انا ظبطتها هذيك السنه على فكره. يا هيدا يا اللي انا بقعد عليه. ايه هيدا انا مظبطه هذيك السنه على فكره. لا هيدا دايما بقعدوا لا هي واحد هو ثاني واحد هون بتحسه مكسور. ده اللي انا بقعد عليه. كمان انتوا بتقعدوا انتوا 20 واحد مزبوط؟ بتقعدوا هلا صرتوا 15. من اول كنا بنجلس بالارض. انا بقعد هون. هلا لا منيح هلا في مطرح فاضي لإلي يعني كمان. انت كمان ساعد كنا ما بحكي الا المال البنات. لا حبيبي لا تلا هلا يلا وين يا لا شو لا مستحي بتبين انصح على فكره كثير على الكاميرا. انا ببين انصح 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 كلكم كلكم بتبينوا انصح. طب انت كلكم كل عضلات وقصص اوفر كثير عن التي في صح. تي في لا مش اوفر. كل حدا بيقول لي انا عم شوف انا كمان انا كمان هيك بيقولوا لي كمان انه يوم 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 لا وقفني ليه جايبينه من هون؟ مسرح شوف يا مسرح من تحت سعد عبد الحميد شوف كيف استقبل عافية لما جيتوا بالليل اول برايم لما جيتوا انت ومرهان ونادر تحت اول برايم لغايه دلوقتي الجاكيت بتاعتي لغايه دلوقتي الجاكيت بتاعتي كمان انتوا موتوني. لا انا خبروني اشاعه اسمعوا انه عم تحكوا هون بالاكاديمية انه بدكم تعملوا مقلب او شيء. انا قلت لما انت تيجي قلت انا مش سائق انا اشاعه كمان انا قلت لما هنيك كان معنا 16 واحد هون لحالي ننزل على البسين ننزل هيدا عم يفتحوا لكم ال ال البسين بلد بسين فوق شوب بالبسين تحت شوب بدي اشوف بدي بس شوف شو اللي بتشوفه. ايه اهلا وسهلا شو اهلا وسهلا ولو ولو يا ميشيل كب كيك ايام حلوة والله ايام حلوة. مرة اخبركم شغلة بس لا احسن ما يزعلوا. قولي عادي شيل المايك. لا لا محمد ما بيزعل كويس بس كان ينزل منه ولا انا بزعل منه؟ لا كوايدر عن جد شيل المزح من اكثر الاشخاص اللي بيحكي من اكثر الاشخاص اللي بيحكي معي عن جد والله العظيم السنه الجايه كثير حلو جورج شلون عم فيكم؟ وكمان زاهر احلى شيء نشاط جورج بيشجعنا كثير بجنن جورج كثير بحبك جورجي كنت حابب شغله وحده انه شو جابوا له؟ مع جورج انه النومينيه من وقتها كان بفوت يحكي وانا ولا مره انا لانه ولا مره نومينيه يلا بس وقتها كان يقعدهم اخر 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 مره قعدت معه كان وقتها نومينيه محمد وشاهيناز ما قلنا حتى لما طلعوا خليتهم يقعدوا يشوفوا شو في ايه عن جد
طب مين دخلنا من هنا ضل الاخر معكم؟ انت ونادر وشهناز وشهناز كلهم كلهم 19 واحد كانوا من هنا بس اللي دالوا للاخر اللي دالوا للاخر اللي نادر وشهناز وانت وميرهان انا لاول مره انا من هنا لا مش انا لا انه اللي دالوا للاخر عدل لك يوم بالضبط نادر اول ثاني كويدر انا الثالث شهناز ميرهان ميرهان عدى لو وقت انسحب يعني في 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 مصطفى 11 صح شوف مشهور اخر فتره عدى لو ميرهان طلع مره واحده صح 10 عدنا يمكن لا يمكن مرتين ما بعرف ما بعرف بس انه هذا وهيك كان عم بلعبكم اليوم هيدي على على بالجردان فوق هيك حلوه كثير شفنا حلوه عن جد حلوه عدنا 10 عدنا 10 او 11 اثبتت التجارب العلميه انك عندما تمارس الرياضه فان جسمك يفقد اكثر بكثير من مجرد الماء مما يسلبك القدره على الاداء الآن إليك جيتوريد المختبر علميا بتركيبته الثلاثية يعوض المياه يعيد الأملاح ويشحن الجسم وبينما الماء يفشل تماما الأداء يستمر مع جيتوريد جيتوريد أوقف العطش واصل الأداء رموش محددة وبحجم أكبر ما إلا مثيل جديد فاينل أش من ميبيلين نيويورك بتحدد وبتشكل رموشك لحجم أكبر ممتلئة أكثر هيدا حجم أكبر بدون تكتل واحدة فرشايتنا الطرية بتشكل الحجم كرمش برمشو من دون أي تكتل ديزاين لاش لحجم أكبر تعطيك رمش محددة أكتر وحجم رائع محددة أكتر جذابة أكتر جديد ديزاين لاش لحجم أكبر دايما على طبيعتك دايما ميبيلين في شي عم يتغير بالطبيعة ليونة أكتر حركة أكبر إحساس ولا أحلى برايفت فليكس اند فلاي بنعومة القطن الطبيعي بتمس بكيف ما تحركتي بتأمن لك الراحة والأمان بفضل نظام منع التسرب برايفت إحساس طبيعي ولا أنعم السباحة؟ ايه ماشي حالك انا بعدي لحد هلا كل يوم بسبح كل يوم كل يوم انا بقى مش عشان اسبح انا بنزل عشان مين؟ انا عشان جورج بالظبط باسكت شو هيدا؟ دايفنج بعد هنا دايفنج عن جد؟ امبارح كان في كلاس دايفنج هلا امبارح سبقنا عليكم؟ خلصنا امبارح حلو انتو كمان كنتوا بتعملوا هناك كمان انا بقى ليش حلو بكره انتو كمان انت بقى معانا انا واطلعوا لا والله في موز من هون بيجيبوا احلى شيء احلى شيء عن جد انا كثير كثير سعد انزل تكسعد بنمزح معك يلا حبيبي تعال الله ينكر يا منيح تذكر بعملوا لكم الالعاب برضه لا هيدي لا ووتر بولو كنا نلعب الفوتبول بس بالمي قلنا بعدين ووتر بولو حلو انت بتعرف تعوم يا سعد انا شوي بعرف يحيى برضه ما بعرفش يعوم انا بعرف كثير ما بعرفش يعوم انا بعدني لحد هلا كل يوم بسبح بعدني لحد هلا كيف تعلم احلى شيء هيدي على فكره حلو لا نحن ما بنقدر فيه بس انا نفسي اتعلم منه هون بس كيف والله كثير حلو تعلم شيء شيء بس نعلمه عن جد حسنا بس على الكاميرا تحت منه نفسه هذا بس على سوري ولا ولا مره فتحت هون لا بلا مره 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 ظهرت كنت انا وضياء واسماء وعدنان ظهرنا لهون
نفتح المكان هذا نقول. بس حبيبي انتوا عندكم فتحوا لكم جردان بكير، احنا مرقت فتره اول جمعه اول جمعتين فتحوها، ما بقى فتحوها لاخر جمعتين. لا بيفتحوها بس انا ما بنطلع لانه بيكون في برد عم يسكروها. كنا هلا فرجيك مطرح كان يوقفوا عالم ينطرونا لحتى نطلع لفوق. هلا فرجيكم مطرح. تعرف شو بعاد؟ يعني بكره بتمرق بمرحله بدك تشوف حدا، بس بدك تشوف حدا يا بيي. لو 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 اصبعه للواحد، بس بدك تشوف حدا. عرفتي كيف؟ عندنا السنه عم نلحق الشبابيك بنات عم نفتحها. وصلنا هلا كم؟ شهر ونص. انتوا هون مغيرين لكم شغله انه عندكم شبابيك بالسفره ما رح تاكلوا؟ وحتى بغرفه البنات لسه بفتحوا هيك. ايه لا نحن ما كان عندك السنه عم نشوف. بتحس هيك شي 10 دقائق مع العالم منيحه فيك تحكي منيحه بس اطلع يا اوكي. ما تقربش. شو في قصص؟ كنا قديها هون، كنت انتوا بتقعدوا هون على الدرج وقت الايفال وما ايفال بتقعدوا بعدين ولا بتطلعوا؟ قعدنا نتسنط. بنصحكم نصيحة؟ ما تسمعوا. أول أول اللي بده يرتاح يفوت أول شيء على الإيفال. أنا دائما أنا أربعة أشهر ونص كل مرة فوت أنا أول واحد. ليه بتفوت تظهر خلاص كل قديش فرق ما تظهر فرق تفوت مثلا الخامس يكون الأول والثاني عم بيقول لك يا الله لك الرجلي شو عملت وغلبطت وما بعرف شو صرت خاف. فوت اول واحد ويلا رح تفرق معك يعني 10 دقائق انزل يبقى في حرب بكره اول واحد يطلع بعد اطلب بعد. وكنا بندور على مين اول واحد يدخل. هو اول واحد بس سوفينيرات لكم جبتهم يعني ما في شيء من قيمتكم بس حبيت هيك اعمل كل شيء يا حبيب قلبي. تعرف شو اكثر شيء اصلا انت جدع والله. تعرف شو اكثر شيء بتحبه اصلا لأن أنا كمان مرقت فيها إنه تشوفوا صورتكم لأنه ما بتشوفوا ما بتشوفوا ما بتشوفوا صوركم هيك. مين جاب لنا هدول؟ ناصر عظيم كل أسد. أنت جبت لنا إياهم؟ إيه. لأن أنا بعرف قد إيه عن جد متشوقين قد إيه بتكونوا متشوقين لتشوفوا صوركم أصلا. شكرا جدا إنسان محترم. أول فرنسا والله شكرا جد ولا تكرم معي عشان الله. أول واحد بيكتب اسمي صح يا رب مجبوط بقى مزبوطة؟ ايه دزز كلهم بيكتبوا نطلع لفوق؟ يلا يلا طلعوا طلعوا شيلوا شو حلو شيلوا شو حلو عجبتكم الكادو يعني مع انه هنا في شيء من ايدكم بتجنن حبيبي شيلوا منك يا سعد ثانك يو. انتوا انتوا بقى عاملين حرب بهيدي؟ ايه عملوها عملتوها؟ ايه عملنا لا عملوا خلاص امتى عملتوها سعد امتى؟ عملناها شيء وين وين نحن عملناها مرتين اول مره اول مره اول مره انا طلعت هيك بالاكاديمي طلعت بمحلاوي انا قلت ماتت محلاوي وحيد الله عم يفتح البقد شو اسمه واقفين نحن البنات بده يهجموا علينا بعد ما شو عملنا نحن زتينا على ميرهان وقصص وراحت بدها تعمل عصابه تاعتها جاي عم يفتحوا الباب واقف انا قال لي نادر بباب الاوضه عندنا قال لي نادر انت تفتح وانا انا برش انا ما كنت متوقع نادر حيعملها يعني قلت ما معقول شو بتقتل مسك نادر هيك عم يفتح وبعد ما حلاها عم تقول له وجهه بتعرف شو وجهه ما بقى شو عم لا لا ما بقى بينت احنا اختنقنا من شوي عم نحصل راسه يا ولد سعد كثير حلوين هون جردان منه فايز يلا بس لشوف الجردان خلص رحينا هونيك سعد ثانك يو سو ماتش تعالوا جينا وعطونا زائد وين انا كمان فرحت كثير الحاجات انت كنت كاتبها لسه موجوده بعده بس كبرينا اول شغله قلنا وين قلنا وين كبرينا نشوف الناس لكن يا اسوان كنا نشوفهم فوق اه هون على وين 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 لك الخشب تعال تعال نوريك حاجه استنى يلا لحظه هيدا شوف هيدا هو الشجر هو الشجر استنى شوفنا نسوقفوا على البراندو سوري عيطوا لنا ما في حدا لا لا في في ناس طلع عيطوا لنا مين قال لي ما ترد علي ايوه في في ناس سكوشي من كام يوم لما كنا بالمنازل كان هنا كنا هنا بلا ايه في ناس صارت ايه وفي سوري عيطوا لنا شو ننبسط فيه نحن نقضيها هون سعد تعال شوف بس احنا خوفنا انه اللي ورانا انتوا لما كنتوا كاتبين سبحان الله ميما عم بتوقف مش عارف ايه في هذا اليوم كنا جالسين البوزة لا انت صح في وحده تبع البوزة في هذا اليوم كنا جالسين انا سعد وشهناز وعبد الله ونادر وخويدر ومصطفى وميما والله منيح خويدر كان ياكل بوزة وكان صرنا اربع اشهر مش شايفين ريحتها اول جمعه كنا امي جابت لنا بوزة عشان سمعتني بقول عايزه ايس كريم منيح انا خويدر كان عندنا اه والله لا حلوين هو كثير حلوين تعال شوف هيدي سعد بس احنا كانت اصغر من هيك كانت لهون سعد
شفت هيدي؟ هاي كمان لقلنا؟ اه تصدق عشان كده اللون مختلف؟ الارضيه